أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مع الحكيم، وتغطياتنا المستمرة في مواجهة فيروس كورونا. وحلقة خاصة نتابع فيها عن ما أثبتته الدراسات بأن فيروس كورونا لا يستهدف فقط الجهاز التنفسي، بل له تأثيرات قوية على الجهاز الهضمي والكبد. التفاصيل معنا في هذه الحلقة المخصصة عن كورونا والجهاز الهضمي ومرضى الكبد. ضيفنا من بريطانيا عبر سكايب الدكتور علي أبو طويرات، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى شمال مانشستر. لكن مشاهدينا، قبل هذا اللقاء دعونا نتعرف على أحدث الأخبار والدراسات عن جائحة العصر كورونا. دواء تركي لكورونا ينتظر الترخيص. طورت جامعة العلوم الصحية التركية بالتعاون مع شركة VSY لصناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية دواء لكورونا، وفي انتظار ترخيص استخدامه بشكل رسمي. حيث قال رئيس جامعة العلوم الصحية البروفيسور جودة أردول: الدواء المذكور تمكن من تحييد فيروس كورونا وتم عزله في وقت سابق بالمختبر، مرجحا أن يكون فعالا على مرضى كوفيد-19. وأضاف أن الوصول إلى هذا الدواء، والذي أطلق عليه TRC-19، جاء بعد تكثيف وتسريع لأنشطة البحث وفق تعبيره. وأعرب مسؤول بشركة VSY عن أمله في أن يكون الدواء وصفة فعالة ضد كوفيد-19، وأن يمنح ترخيصا خلال فترة قصيرة في إطار مواجهة هذا الوباء. كشفت دراسة ألمانية حديثة قام بها علماء من مدينتي برلين وميونخ في ألمانيا بشأن فيروس كورونا أن الذين أصيبوا بالمرض ينشرون كميات كبيرة من الفيروس في الأيام الأولى من إصابتهم به عن طريق الشهيق والزفير، مما يفسر سرعة انتشار الفيروس بين البشر، لكن لن يتسببوا بالعدوى للآخرين بعد 10 أيام على إصابتهم بالمرض وبدء ظهور الأعراض عليهم. وفي الدراسة راقب الباحثون انتشار الفيروس عند 9 أشخاص مصابين بالمرض، وأجروا عليهم الاختبارات بحثا عن بقايا الحمض النووي للفيروس، وحاولوا أيضا إنتاج فيروسات من عينات البلغم والدم والبول والبراز المأخوذة من المرضى بواسطة الزراعة، وهي مسألة بالغة الأهمية في السعي لتحديد كيفية إصابة الناس بعضهم البعض وفترة تشكيل المريض للخطر على الآخرين. ولم يتمكنوا من إنتاج فيروسات من مسحات الحلق أو عينات البلغم بعد اليوم 8 من إصابة المريض المعتدلة أو المتوسطة بالعدوى، أو من أولئك الذين تبدو أعراض الإصابة عليهم خفيفة. وبحسب مدير مركز أبحاث الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا مايكل أستروهولم، فإن هذه الدراسة تعد مساهمة مهمة للغاية في فهم التاريخ الطبيعي لفيروس كورونا، وكذلك لانعكاسات ومضامين انتشار الفيروس. مضاد حيوي جديد تم تطويره لمكافحة عدوى الرئة الخارقة لعلاج مرضى كوفيد-19. أشارت دراسة قام بها الفريق البحثي والذي يعمل مع ECAP يسمى WLBU2 وعالم الأوبئة بيتر دي من جامعة بيتسبرغ بنسلفانيا إلى أن مضادا حيويا جديدا تم تطويره لمكافحة عدوى الرئة الخارقة يمكن استخدامه لعلاج الالتهاب الرئوي المرتبط بعدم القدرة على التنفس في مرضى كوفيد-19. وأشار الباحثون إلى أن الدواء يمكن أن يكافح بنجاح التهابات الرئة المميتة في الفئران، وكذلك الخلايا البشرية التي تنمو في المختبر. الدواء الجديد يسمى بالبيبتيد الكاتيوني المضاد للميكروبات المهندسة، أو الذي يطلق عليه ECAP، الذي يعمل عن طريق التثقيب في البكتيريا وبالتالي تدميرها. قال مؤلف الورق عالم الأوبئة بيتر دي: لقد فوجئنا وسعدنا للغاية عندما تعثروا في طريقة جعلها أقل سمية وفي نفس الوقت أكثر فاعلية. وأضاف: في البداية كنا متشككين وكررنا التجربة، ولكن نعم كانت أقل سمية ب20 مرة تجاه خلايا الدم الحمراء في مختبرنا، وعندما شاهدنا نتائج مماثلة على الفئران شعرنا بالحماس الشديد. يتم إعطاء المركب عن طريق القصبة الهوائية لاستهداف التهابات الرئة، ويعمل بشكل أفضل من المضادات الحيوية الحالية كملاذ أخير دون آثار جانبية.
فوتشي يحذر من الاندفاع نحو إعادة فتح البلاد ويتساءل كم عدد الوفيات التي تتوقعونها. قال أنتوني فوتشي رئيس المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية إن سرعة إعادة فتح البلاد سيتسبب في زيادة عدد الحالات المصابة مرة أخرى، بل وزيادة عدد الوفيات مما يحدث نكسة. وعبر فوتشي عن رأيه ذلك في لقاء تلفزيوني أمس أجراه كريس كومو المذيع الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد والذي شفي منه مؤخرا. وبسبب موقفه هذا منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فوتشي ومساعدته الدكتورة ديبورا بيركس من إدلاء شهادتهم أمام اللجنة الفرعية للكونغرس الأمريكية، إلا أن السيناتور تشارلز شومر عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك عارض ذلك القرار ودعا فوتشي للإدلاء بشهادته في تحد لرغبة البيت الأبيض. سيارة ضد فيروس كورونا. من منطلق أن السيارة هي بيتك الثاني، شرعت إحدى الشركات الصينية في إنتاج سيارة لا تنقل فيروس كورونا لمن داخلها. السيارات المضادة للفيروسات التاجية تحوي أزرارا ووحدات تحكم ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء، وكذلك طلاء مضاد للفيروسات. وستكون هذه المحتويات من بين الميزات الجديدة التي يتم تطويرها من قبل شركات صناعة السيارات لحماية سائقي السيارات. التصميم سيساعد في الحد من انتقال البكتيريا والفيروسات بما في ذلك سارس كوفيد 2. السيارات المنتجة تحت هذه اللافتة الجديدة مجهزة بنظام ترشيح خاص للهواء يسمى جي كلين انتليجنت سيستم، والذي سيوفر نفس الدرجة من فحص الجسيمات والهواء الجوي مثل أقنعة الوجه من الدرجة الطبية. تختلف أعراض فيروس كوفيد 19 من حالة إلى أخرى، وخلافا لما هو سائد بأن الفيروس يرتبط أساسا بالجهاز التنفسي، رصدت دراسات من هنا وهناك أعراضا جديدة تتشكل بالجهاز الهضمي لدى بعض المصابين. إذن ما هو تأثير كورونا المستجد على الجهاز الهضمي والكبد، وما مدى تأثيره على ذوي الاعتلالات الهضمية، وكيف يتلافى هؤلاء أضرار الفيروس؟ كل هذا وأكثر نطرحه على ضيفنا من بريطانيا الدكتور علي أبو طويرات استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى شمال مانشستر. أهلا وسهلا بك دكتور علي. أهلا وسهلا. دكتور علي، كما تابعت معنا فإن بعض الدراسات تشير إلى أن كورونا يسبب تلفا في الجهاز الهضمي وفق هذه الدراسات، كيف يتم ذلك وما هي الآلية في ذلك؟ نعم، الأعراض الرئيسية طبعا لمرض كورونا هي أعراض تنفسية، ولكن لوحظ أن هناك أعراض أخرى كفقد شهية وفقد التذوق والشم، وكذلك الغثيان والترجيع والإسهال. هذه كلها أعراض ربما تصاحب المرض في حوالي 20% من الحالات، ونلاحظ أن هذه الحالات اللي هي تصاحبها الأعراض الخاصة بالجهاز الهضمي هي الحالات التي تتطور وتحتاج إلى وضع على الجهاز التنفسي، فمهم أن احنا نكتشفها مبكرا ونهتم بها مبكرا، لأن الغالبية من هذه الحالات هي اللي تاخذ المنحى الشديد للمرض يعني. نعم دكتور علي، ذكرت بعض هذه الأعراض التي تتعلق بالجهاز الهضمي، هل هذه الأعراض تبدأ قبل ظهور أي من الأعراض المعروفة التي تصيب الجهاز التنفسي؟ نعم، بعض المرضى لاحظوا أن بدون أي أعراض تنفسية تأتي هذه الأعراض مسبقا، اللي هي آلام المعدة والغثيان والشعور بالإسهال قبل حدوث الأعراض التنفسية، ففعلا تسبق الأعراض التنفسية وممكن تنبه بها يعني قبل حدوث المرض.
طب هل لاحظتم أو هل شاهدتم بعض الحالات التي أصابتها هذه الأعراض وبالتالي يعني تبين في الفحص أنها مصابة بكوفيد 19 كورونا؟ الحقيقة احنا لم نقم بالتشخيص المبكر، ولهذا هي الملاحظة موجودة، لكن المريض يحكي على أن هذه هي الأعراض اللي بدأت معاه، وبعد تطور المرض فأصبح يعني عادة احنا نلاحظ المريض في المراحل اللي هو يحتاج إلى مساعدة المستشفى، واللي هي طبعا تنفسية في الغالب، يعني لما يحتاج إلى الأكسجين يحتاج إلى أنه التنفس يصبح صعب. لما نسأله في تاريخ المرض يكون الأعراض الأولى هي فقدان الشهية، فقدان للتذوق، فقدان للشم، ترجيع، إسهال، يعني في على الأقل 20% من الحالات نعم التي تحتاج مساعدة في المستشفى طبعا. طب برأيك دكتور علي، لماذا هذه الأعراض تظهر على بعض الأشخاص قبل ظهور الأعراض التنفسية؟ هل ربما بسبب ضعف الجهاز الهضمي أو مناعة الجهاز الهضمي، أم أنه ليس له علاقة بذلك؟ هو طبعا عدة نظريات. هو الفيروس كره لبعض المستقبلات اللي هي موجودة في الاعضاء الجهاز الهضمي زي الانجيوتانسين كونفرتنج انزايم ريسبتور، فهذا المستقبل موجود وخاصه موجود في القولون بكثره، موجود في الاعضاء الصلبه اللي هي زي الكبد زي الطحال، فيكون الفيروس الشره لهذه المستقبلات ويدخل الخلايا عن طريقها ويسبب لها تلف يعني. وبالتالي نلاحظ حتى ان القولون يفرز الفيروس في تقريبا الاسبوعين الاولات من المرض، يعني الفيروس يفرز مع البراز، وهذا ممكن يكون حتى سبب في نقل العدوى. نحن لم نتاكد من هذا بعد، لكن وجود الفيروس قد يؤدي الى العدوى يعني عن طريق البراز. يعني ليس فقط عن طريق السعال او الرذاذ، ولكن ربما يكون هذا لم يثبت بعد، ولكن ما دام الفيروس موجود فانه ربما ينتقل بهذه الطريقه. نعم. طبعا الايام القادمه تكتشف هل هذا الكلام يعني له مصداقيه او لا. طبعا نعم، وبالتالي الآن النتائج تعتمد على الدراسات وملاحظات ما ينتج عنها. أشارت نتائج دراسة من ووهان دكتور علي أن من يعانون أعراضا في الجهاز الهضمي ربما يكونوا أقل عرضة للشفاء مقارنة والخروج من المستشفى مقارنة بغيرهم، ما مرد ذلك وفق تقديرك؟ نعم، هذا ذكرته في البداية، قلت أن الناس التي عندها أعراض جهاز هضمي لاحظنا أنهم المرض بتاعهم يتطور ويحتاج إلى دخول المستشفى ويحتاج إلى العناية المكثفة أكثر من غيرهم، ولهذا يعني هذه ملاحظة للأطباء أنهم هم يهتموا بهذه المرضى في بداية المرض لما تكون مصاحبة لأعراض في الجهاز الهضمي، يعني أن المريض قد يتطور ويحتاج إلى مساعدة بالعناية المركزة طبعا. نعم. طيب دكتور، كيف يتم التعامل مع هذه الفئة التي تصاب يظهر عليها أعراض الجهاز الهضمي؟ هل يتم يعني تقديم الدواء أو العلاج لهم بغض النظر عن هذه الأعراض، يعني تعالج كهو كمريض كورونا فقط، أم يؤخذ بالاعتبار هذه الأعراض؟ طبعا هو نحن نعمل مسح للاختبار للحالات هذه، يعني هل المريض هل هو يعني الفئة العمرية مهمة جدا، لأن الفئة العمرية كل ما زاد العمر زاد الخطر طبعا وجود امراض اخرى مصاحبه، كذلك يزيد الاختبار كمرض السكر مثلا، ضغط الدم، هبوط القلب، المرضى اللي هم يعانوا من التهاب الرئه المزمن، المرضى اللي يتعاطوا في ادويه محبطه للمناعه، مرضى الذراعات بصفه عامه سواء كان ذراعات للاعضاء الصلبه او لل النخاع
شوكي، فهذه المرضى كلهم عرضة للفيروس أكثر من غيرهم، فهذوما طبعا يجب الاهتمام بهم بصورة أكثر طبعا من غيرهم، لأن المرض يتطور فيهم بسرعة ويحتاج إلى مساعدة المستشفى أكثر من غيرهم، والنتائج السلبية أكثر، يعني نسبة الوفيات لكبار السن أكثر طبعا من غيرهم، وللمرضى اللي عندهم أمراض مصاحبة زي ما ذكرت كذلك يحتاج لعناية أكثر، وللأسف الشديد يعني النتائج نجاتهم من هذا المرض. نعم. بالنسبة للبرزة طبعا نحن ننصح الوقاية، طبعا الوقاية أهم من أي علاج، يعني الوقاية تمنع حدوث مرض من الأساس. فالآن مرضانا اللي هم عندهم سكري أو عندهم يتعاطوا في أدوية المحبطة للمناعة أو أن لديهم التهاب الصدر المزمن، ننصح بأنهم يبقوا في بيوتهم ويقللوا الاتصال بالآخرين نتيجة خطورة نقل العدوى في حال حدوثها، فإن طبعا الأمراض تتطور ويحتاج إلى مساعدة المستشفيات بصورة أكثر من غيرهم. نعم دكتور علي، هنا تحدثنا عن الأعراض، أعراض الجهاز الهضمي التي تساحب فيروس كورونا، ولكن عندما يصاب من ناحية أخرى عندما يصاب الشخص المريض بالفيروس، كيف تؤثر أو يؤثر هذا الفيروس على الجهاز الهضمي؟ هناك عدة دراسات وهناك عدة أمثلة لمرضى أصبحت لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي بعد اكتشافهم الإصابة بفيروس كورونا. طبعا لاحظ ان بعض المرضى اللي يصابوا عن طريق الجهاز الهضمي ترتفع انزيمات الكبد الخاصه بهم، ويسبب هذا في التهاب الكبد الحاد طبعا ليس المزمن. نحن لا نعلم بالضبط هل هذا سبب الفيروس مباشره او هي من الادويه اللي نستخدم فيها لعلاج الفيروس. لا زالت دراسات مستمرة حول ما هي الأسباب الرئيسية لهذه الملاحظة. بعض الأطباء يرى أن الأدوية اللي نستخدمها هي التي تسبب ارتفاع الانزيمات، بعضها طبعا المريض أحيانا يصاب بهبوط في ضغط الدم، وهبوط ضغط الدم يؤدي إلى ارتفاع الانزيمات كذلك. فعدة أسباب لارتفاع انزيمات الكبد المصاحبة لهذا المرض، لكن لم نلحظ يعني تغير هذا الأمر إلى شيء مزمن، يعني هو أمر حاد يصاحب المرض، ولكن إذا شفي المريض عادة يشفى من هذه، لا تكون له تأثيرات دائمة، يعني لا تبقى معه بعد الشفاء من الفيروس كورونا. لا تبقى معه بعد الشفاء. نعم. طيب هل لاحظت أن هناك تأثير ربما للمرضى الذين لديهم تاريخ بالإصابة بالالتهابات المعوية السابقة أو ربما التقرحات في المعدة، ربما هؤلاء تظهر عليهم أثار فيروس كورونا على الجهاز الهضمي أكثر من غيرهم؟ لا لم نلحظ ذلك، لكن الملاحظ هو الناس اللي تتعاطى في أدوية، يعني التهاب القولون التقرحي. نعم. المرضى اللي يتعاطوا في الكورتيزون او الادويه الاخرى اللي هي محبطه للمناعه، سواء كانت الايزوفايبرين او الميثوتراكسيت او السكس ميكابتوبيورين، هذه الناس اللي تتعاطى هذه الادويه هي اكثر عرضه للاصابه واكثر عرضه لتطور المرض بشكل خطير. ولهذا برضو نركز ونؤكد على الوقاية طبعا وعدم الاختلاط ما أمكن إلا أن تمر هذه الجائحة. نعم دكتور، هل هناك دراسات ربما أنت تكون على اطلاع بها حول انتقال الفيروس عن طريق الجهاز الهضمي، يعني عن طريق الطعام، عن طريق الشراب، يعني كيف يدخل الفيروس إلى الجهاز الهضمي؟ ممكن أن يدخل مباشرة إلى الجهاز الهضمي من دون أن يمر على الجهاز التنفسي؟ زي ما ذكرت ما هو ثابت هو ان الفيروس يفرز في البراز لمده تحديدا 12 يوما بعد الاصابه.
هل ينتقل عن طريق الفم ما يعرف بالفيكو أورال روت؟ لم يثبت حتى هذه اللحظة، لكن الفيروس موجود في البراز، الفيروس يحرز في البراز لمدة 12 يوما. فلم تؤكد الدراسات حتى الآن أنه ينتقل بهذه الطريقة، لكن احتمال وجود هذا قائم، لا زال قائم. نعم. بالنسبة للعلاجات التي ذكرتها دكتور حول الأدوية التي تعطى للمريض الذي يصاحب التهابات أو أعراض في الجهاز الهضمي، هي نفس الأدوية التي تعطى في الحالات العادية أم هناك وجه اختلاف في هذا الدواء بهؤلاء المصابين تحديدا؟ طبعا لجأنا إلى إعطاء الأدوية التي نعرفها في السابق، لأن أي دواء يمر بمراحل لكي يتم اعتماده يمر بمراحل السلامة، يمر بمراحل ما يعرف في الفارماكوكاينتكس دراسة امتصاصة ودراسة تركيزات في الدم ثم وظائف على المريض. فالأدوية اللي نعرفها وكنا يعني استخدمناها في السابق لأمراض فيروسية أخرى خاصة الار ان اي منها اللي هي طبعا الكورونا ار ان اي فايروس استخدمت، لكن النتائج لا زالت ليست مبهرة الحقيقة، لكن الوقت هو الذي سيقرر. يعني انت تعرفي ان بالنسبة لبريطانيا المرض جاء في نهاية شهر 3 شهر مارس، يعني نحن الآن في 6 أسابيع، فالوقت قصير جدا لأنك أنت تستخلص نتائج من هذه 6 أسابيع، لكن يعني حوالي 6 أو 7 أدوية تم استخدامها ولكن النتائج لا زالت مبكرة. نعم دكتور علي، وفقا لدراسة بحثية في جامعة هواتشونغ الصينية، قد يواجه المرضى المصابون بفيروس كورونا تلفا في الكبد. ذكرت قبل قليل أن هناك أعراض وأعراض جانبية بالنسبة على الكبد، يعني في ما هي أعراض تلف الكبد تحديدا من فيروس كورونا؟ طبعا لما ترتفع انزيمات الكبد أول شيء يشعر به المريض هو الفشل العام، ثم الآلام التي تصاحب في الجانب الأيمن من أعلى البطن، وكذلك الغثيان. هذه الأعراض اللي نلاحظها باستمرار يعني في حالة حدوث هذا الأمر، يعني لكن زي ما ذكرت أن الأمر هذا إما أن يكون متعلق بالفيروس أو يكون متعلق بالأدوية اللي نستخدمها لمكافحة الفيروس. فلم نلاحظ أن هذا التغير دائم أو أن هذا التغير يحدث تلفا دائما في الكبد او انه هو يبقى لمده طويله، وبالتالي ربما ليس في خطوره كبيره في هذا الموضوع. ليس في خطوره كبيره حتى الان، يعني ليس في خطوره، يعني لم نلاحظ ان المريض يعني يتطور به الامر ليصبح فشل كامل في وظائف الكبد، لم نلاحظ هذا بعد. نعم، ذكر الدكتور ان بعض الادويه ربما ايضا هي التي تسبب مضاعفات في الكبد. هل هناك أدوية معينة من خلال ملاحظتك أنها تسبب ربما مضاعفات أكثر من مضاعفات أخرى على الجهاز الهضمي والكبد تحديدا؟ نعم طبعا الصينيين استخدموا الهيدروكسيكلوروكوين وحققوا بعض النتائج، لكن هذا الدواء له أعراض جانبية من بينها ارتفاع انزيمات الكبد. لم نلاحظ نحن في بريطانيا ان هذا الدواء ذا قيمه، بل بالعكس يعني بعض المرضى اللي استخدمنا معهم الهيدروكسكلوروكوين ادى الى زياده فتره البقاء على جهاز الترف الصناعي. فربما هذا يفسر ان الفيروس اللي موجود في الصين ليس تماما الفيروس اللي موجود في بريطانيا، وليس الفيروس اللي موجود في الوطن العربي، ربما لان الفيروس له عده انواع، هو نفس الفيروس لكن حدثت له طفرات تغير في شكله، فما تقدرش تقول انه هو نفس الفيروس اللي تعاملوا معه بنفس السيكونسينج اللي موجوده. فربما يعني انواع من نفس الفيروس ولكن انواع مختلفه.
ما يقوله الصينيون ربما لم نلحظه بالنسبه للهيدروكسيكلوروكوين لم يكن ذا فائده في بريطانيا. طب وبالنسبة لعلاج الريمديسيفير الذي مؤخرا بات الحديث عنه كثيرا، هل قمتم بتجربة هذا الدواء وهل لاحظتم، إذا قمتم بتجربته هل لاحظتم أن له آثار أو أعراض جانبية على الجهاز الهضمي أو الكبد؟ الريمديسيفير يعني لا زال غير مؤكد. طبعا تم تسريع ترخيص له لكن الآن ليست نتائج واضحة ولا هي مبهرة الحقيقة بالنسبة للريمديسيفير. نعم. فلازلنا يعني جوري إز أوت، لازلنا ننتظر بشأنه. نعم دكتور، بالنسبة للأشخاص الذين يعانون مسبقا من أمراض الكبد وخاصة التهاب الكبد المناعي، كيف تتعاملون معهم إذا أصيبوا بفيروس كورونا؟ نعم، هذه الشريحة طبعا عرضة أكثر من غيرها للإصابة بالمرض، وطبعا عرضة للإصابة بالجزر شديد من المرض طبعا، ويحتاج الى متابعه نتيجه انه هم ياخذوا في ادويه محبطه للمناعه. اولا انا دائما انصح بان الانسان اللي هو عنده هذا المرض ويتعاطى في ادويه محبطه للمناعه انه هو يتجنب الاختلاط، يتجنب الازدحام، يلبس الكمامه عندما يخرج، يحاول ان يغسل يديه باستمرار، فالوقاية بالنسبة لهذه الشريحة. نعم. سيحدث المرض طبعا سيتم تقديم الخدمات حسب الخطورة، يعني إذا احتاجوا إلى التنفس الصناعي طبعا يقدم لهم التنفس الصناعي، إذا احتاجوا إلى المضادات الحيوية لمنع سميه الدم حياه كل الامكانيات اللي المتاحه طبعا من غير شك يعني. وطبعا حسب العمر المريض وحسب الامراض المصاحبه لهذا المرض، يعني عاده اللي عنده امراض اكثر خطوره، واللي اكبر في السن اكثر خطوره طبعا. نعم، وبالتالي هو ينطبق ربما ايضا على مرضى السرطان الذين يعتبرون ربما الحلقه الاضعف في مواجهه هذا الفيروس، ايضا يتم التعامل معهم بنفس الطريقه؟ نعم، كل المرضى اللي يتعاطوا في العلاج الكيماوي طبعا على خطر شديد من الاصابه بالمرض، ولهذا نحن برضو نركز على المناعه، الوقايه قبل حدوث المرض، لان يعني حدوث المرض للاسف الشديد يعني الناس اللي عندها سرطانات خاصة السرطانات اللي هي لا يمكن استئصالها جراحيا. فهذه السرطانات تتعالج بالأدوية، والأدوية هذه طبعا تحبط المناعة وتنقص الكرات البيضاء، وخاصة هذا المرض الكوفيد يعني مرتبط بتحبيط المناعة أصلا، يعني ينقص الكرات البيضاء. فهذول الناس الكيماوي يعني قام بهذا العمل من اوريدي، يعني ف هم على خطر شديد طبعا. نعم، ذكرنا دكتور وذكرت حضرتك أن هذه الأعراض تصيب الجهاز الهضمي وتحديدا الكبد والمعدة، بالنسبة لباقي أعضاء الجهاز الهضمي مثل البنكرياس مثل الكولون وما إلى ذلك، هل هناك أيضا أعراض أو أذية لهذا باقي هذه الأجهزة بنفس درجة الخطورة؟ بالنسبة للبنكرياس أنا لم ألحظ شخصيا، لكن بالنسبة للقولون طبعا احنا تحدثنا على القولون، التهاب القولون التقرحي بنوعيه، خاصة للمرضى اللي يتعاطوا في الأدوية المحبطة للمناعة زي الكورتيزون، زي الميثوتراكسيت، زي الأيزوثايرين، زي البيولوجيكال تريتمنت اللي هي الراميكيت أو الانفليكسيماب والانفليكترا أو الهيوميرا، كل هذه الأدوية محبطة للمناعة، واحنا
كل المرضى بتاعنا طلبنا منهم ان يحكوا في البيت لمده 12 اسبوع. ما يطلعش من البيت خالص. نعم. بدون اي احتكاك في الخطوره. نعم. دكتور، بالنسبة لبعض العلاجات أو الوقايات يذكر أن شرب الماء الساخن، شرب بعض الأعشاب ربما يؤثر على هذا الفيروس، تحديدا تأثير ذلك إذا أصاب الفيروس الجهاز الهضمي أو المعدة، هل هناك تأثيرات أو لاحظتم أو هناك بعض ربما الدراسات حول هذا الموضوع؟ لا اذكر ان هناك اي دراسه، يعني بمعنى دراسه مخصصه لكل المعايير البحث، لكن يعني دائما في هذه الحالات طبعا الجفاف مضر جدا للانسان، فالصواعي مهمه جدا في هذا المرض. زي اي مرض فيروسي اخر بيحصل مثلا الاسهال، يحصل القي، يجف الجسم، فالسوائل مهمة جدا. يعني طب من فوائد هذه الشرب السوائل، ربما كان هناك بعض الآراء أو الاقتراحات أنه عندما يصيب الفيروس هو يبدأ في الحنجرة في بداية الجسم، أنه ينصح بشرب السوائل كثيرا في هذه المرحلة تحديدا لعدم وصول الفيروس إلى الرئتين وبالتالي تحويل مساره إلى الجهاز الهضمي. إلى أي درجة صحة هذه المقولة في التعامل معها؟ هو طبعا عوامل الإصابة بالمرض ليست واحدة، يعني كمية أو حجم الإصابة لها دور كبير. يعني لاحظنا أن في ناس كثيرة تصاب بالفيروس يبقى أسبوعين وبعدين الأمور تكون سليمة، ما فيش أي مشكلة. وبعض الناس اللي هم تعرضوا، يعني من زملائنا تعرضوا لكمية كبيرة من الفيروس نتيجة وجودهم مثلا في حجرات العناية وفي مباشرة مع الفيروس يصيبوا بصورة كبيرة. فرغم أنه هو الفيروس هو واحد، لكن حجم الإصابة تختلف من شخص إلى آخر، وطبعا مناعة الشخص تختلف من شخص إلى آخر، فهذه كلها عوامل. يعني ما نقدرش نرجح شيء على آخر بدون وجود دراسات منضبطة. يعني نعم دكتور علي، بالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، وبتنا نلاحظ أن كثيرا من الأشخاص عند التحليل فقط تبين النتائج أنهم مصابين بفيروس كورونا ولكن ليس لديهم أي أعراض بهذه الإصابة، برأيك دكتور الذين لا يملكون هذه الأعراض هل هم فرصة أو احتمالية أن يكون أعراض جانبية على الجهاز الهضمي هي أقل من غيرهم من الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة؟ طبعا في الكثير من حاملي المرض هذوما ينقلوا المرض ولا يصابوا، ربما لان مناعتهم قويه تحميهم من انهم هم يصابوا بالمرض ولا تظهر عليهم اي اعراض، او ربما تظهر عليهم اعراض ولكن بسيطه جدا جدا لدرجه ان لا ينتبهوا لها. يعني نعم هذوما اكثر خطرا على المجتمع من غيرهم لانهم يحملون المرض وينقلونه دون شعور. يعني نعم دكتور، عادة بالنسبة لباقي الفيروسات هناك طريقة التغذية ربما لها تأثير على تقوية الجهاز المناعي وخاصة للجهاز الهضمي، بالنسبة لفيروس كورونا هل هناك تأثير بالفعل لنوعية الطعام وطريقة التغذية على فيروس كورونا أو بشكل عام لصحة الجهاز الهضمي بشكل عام؟ بشكل عام طبعا نحن دائما ننصح بان الانسان يكون الغذاء بتاعه متوازن، يعني يحتوي على كل الفيتامينز وعلى المينرالز وعلى كل المكونات الاساسيه للغذاء. يعني انت ما بتقدرش تركز على جانب واحد وتترك من الجوانب الاخرى. نعم. الناس اللي عندها مناعة كويسة هي عادة اللي غذائها يعني جيد ومتزن.
نعم دكتور، إذا أردنا منك بعض النصائح أو نلخص بعض النصائح، وخاصة للأشخاص الذين يملكون بعض المشاكل في الجهاز الهضمي، نصائح للوقاية ونصائح أن أصيبوا بفيروس كورونا ليتشافوا بسرعة. طبعا لا زالت الوقاية خير من العلاج، يعني الإنسان خاصة اللي هم عندهم الأمراض المزمنة، الناس اللي تتعاطى في أدوية محبطة المناعة، الناس التي تتعاطى أدوية كيماوية لعلاج السرطانات، هذه الفئة أكثر عرضة من غيرها للإصابة، لهذا الوقاية والعزل هذا أهم شيء في مواجهة الجائحة الآن. في حالة حدوث المرض هؤلاء الناس لازم يتصلوا بصورة سريعة بالجهاز الصحي ويطلبوا المساعدة طبعا. السوائل والعلاجات الأولية هذه مهمة وقد يكون لها دور في تخفيف حدة المرض بداية. لكن طبعا اذا المريض اضطر ان هو يلجا الى المستشفى نتيجه عدم قدرته على التنفس الطبيعي وحاجه للاكسجين، طبعا في هذه الحاله كل ما بكر الى المستشفى كل ما افضل طبعا. الان نحن نواجه ان المرضى يخافوا ان يجوا المستشفى نتيجه خوفهم من ان المستشفى موضوع بالمرض. نعم. لاحظنا ان الموتى زادوا حتى في اللي هم ما عندهمش كورونا نتيجه ان هم يتجنبوا المستشفى، لكن هذا خطا. اذا انت احتجت المستشفى لازم ان تكون في المستشفى طبعا. بالطبع بالطبع دكتور، وكما ذكرت الوقاية تبقى هي النصيحة الذهبية لتفادي الإصابة بهذا الفيروس. كل الشكر لك ضيفنا من بريطانيا عبر سكايب الدكتور علي أبو أطويرات، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى شمالي مانشستر. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة، ونلتقي على صحة وسلامة إن شاء الله. إلى اللقاء.